شريت له واحد الكريساج نطرف واحد الدري ولد الدرب ديالنا. انا كنت خايفه باش نمشي للمحكمه وهادي كندرنا صلح بين العائله ديالي والعائله ديالهم. ماما بقات ديما كتقول لي اليوم غدا نصاوب لك وجهك، هادي درت معايا واحد التعهد بانها غتصاوب لي الوجه ديالي. من بعد كنمشي عندها كنقول لها وفي بالوعد ديالك، قالت لي انا ما عندي ما ندير لك، سيري شوفي شنو غديري. جات المحكمه كنجي باش دزنا للتقديم، التقديم دوزونا عند قضية التحقيق. عطاها صراحة مؤقت، قال لي حاش ما شابتهاش في الحق ديال الجريمة، حاش وجب مع الشهود وانا حتى شي واحد ما بغيش يهد معايا. حيت البلاصة فين تضرب كلشي كيخاف من العائلة ديالو. قضية التحقيق عليا اليوم غدا هاد الشهر، الشهر الجاي دابا راه شهر دابا وشهر ونص وانا كنتسنى، ما كاين حتى شي حاجة. انا ضعش في وجهي، انا عندي غير 20 عام يلاه في البداية ديال الحياة ديالي، ما بقى خلاني ندير حتى شي حاجه، ما بقاش كيتبان لي. انا ضعت ضعت ديال بزاف، بقيت لا خدمه لا مدرسه لا مستقبل لا راجل غيقبل عليا حتى شي حاجه، ما بقاش قبل عليا. اي واحد كيشوفني في الزنقه كيقول لي ديري شمكاره. كنطالب انا بغيت شي يصلحوا ليا الوجه ديالي، وجهي بغيت يرجع للبلاصه، بغيت غير وجهي يرجع كما كان. انا دابا كنطلب من السلطات المعنيه ومن اي واحد غيقدر يتدخل وياخذ ليا الحق ديالي باش يشوف من حالشي، ما نبقاش بحال ما هكا وياخذوا ليا الحق ديالي. هو ضاربني، عندي 24 غرزه في وجهي وكيدور ومعتقل ما والو. خصو دابا يكون مسجون حيت هو خصا ليا وجهي وباقي مطلوق، ما بغات حتى شي واحد ياخذ ليا الحق ديالي منه. هادشي ما يمكنش يكون، الدريه تخسر في وجهها حتى شي واحد ما ياخذ الحق ديالو. انا استغلتني الام ديالو حيت انا ما عندي حتى شي واحد مورا داري، ما عنديش والديه ما عندي حتى شي واحد، عندي واحد السيده مربياني ما تقدرش عليها حيت هي عندها النفوذ ديالها وهي عندها ديك الوكر ديال الدعارة كيجيو عندها شي وحدين اللي طاغين بزاف وحتى شي واحد ما قادر لي يشد معايا لا يوقف معايا. ولكن كنطالب من القضاء باش ياخذ لي الحق ديالي حيت هو فوق ديك السيده.